النهارده ان شاء الله هنكمل بقية شغلنا. كان الدكتور واقف معاكو بالنسبه للجزء الانالوج، يعني كان واقف معاكو عند الاف ام والبي ام، اللي هو الفريكونسي مودوليشن والفيز مودوليشن. وقفل معاكو على كده الجزء الانالوج، وابتدى بعد كده الجزء بقى الديجيتال اللي هو ايه اللي بيتكلم عن الانفورميشن ثيوري، سواء الجزء بتاع السورس كودنج او لو هيدي حاجه في الشانل كودنج. تمام. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنقفل شيت 3 اللي هو بالنسبه لنا هنقفل بيه الجزء الانالوج اللي هو اخره الاف ام والبي ام معانا. يبقى كده بالنسبه للشيتات اللي هي نزلت لحد دلوقتي تبقى الشيتات كلها خلصت. لو في حاجه ان شاء الله على انفورميشن ثيوري ومعانا وقت الاسبوع الجاي ممكن نبقى نتكلم فيها ان شاء الله. وجزء الانفورميشن ثيوري زي ما الدكتور قال لكم هو باذن الله يعني هيبقى ايه، هيبقى حاجه محدده زي ما هو قال في المحاضرات يعني. طيب احنا بالنسبه لشيت 3 زي ما انتم واضح قدامكم كده هو 4 مسائل. تمام. ببساطة الاربع مسائل بيتلخصوا في ايه؟ ان حضرتك عندك اول مسألتين بيتكلموا معاك عن ال اف ام والبي ام لو كانت في حالة ان انت عندك الموديليتنج سيجنال هي سيمتريك تريانجل سيجنال. تمام، ده واضح قدامك اهو في السؤال. والسؤال الثاني برضه نفس الكلام، لو عندك سيمتريك تريانجل سيجنال. اوكي، بس طبعا يعني اختلاف في شوية ارقام يعني. والسؤال الثالث لو انت عندك الموديليتنج سيجنال هي تون او ساينوسويدال سيجنال يعني. تمام. وهنا هو تشتغل اف ام وبي ام، وطبعا حاله الاي ام ديت زي الشيت رقم واحد بالظبط يعني. اخر سؤال دوت ده سؤال نظري، ان هو ازاي انك تقدر هاو تو اوبتين الاف ام موديليت سيجنال فروم البي ام موديليتور، او انك هاو تو اوبتين البي ام موديليت سيجنال من الاف ام موديليتور. تمام. انا مش هتكلم كتير في اول مسالتين، بس عايز اديكم افكار غير يعني غير الموجوده عندكم انتوا. كان الدكتور كان في المحاضره شرح بالتفصيل زي ما واضح هنا كده المسائل بتاعه التريانجل دي بتاعه التروي. تمام، حتى هو كان بيشرح عليها، ولما جه شرح مساله شرح ايه على التروي. تمام، فانا مش هعيد تاني في التروي، بس انا سريعا كده هن ايه هنمشي على المساله كده نفتكرها مع بعض، ونمشي برضو على بتاعه التون او ساينوسويدال. وبعد كده هديكم مساله بقى جديده غير اللي في الشيت وغير اللي في المحاضره، اللي هي السكوير ويف. لو انت عندك الموديليتنج سيجنال سكوير ويف تعمل ازاي في المساله ديت. تمام، وده هيبقى هنختم بكده الشيت ان شاء الله. في الاول بس مراجعه سريعه كده على القوانين اللي الدكتور قالها لكم في المحاضره. انت الشابتر الاخير في الانالوج موديليشن هو بيتكلم في الانجل موديليشن. تمام، وببساطة الانجل موديليشن ليه احنا بنقول انجل موديليشن؟ لان انت بتغير في الانجل الخاصة بالكارير. انت عارف دي معادلة الكارير اللي هي ان الاكس الاكس تي اوف تي بتساوي اي سي كوزاين اوميجا تي تي بلس فاي سي. انت عندك الامبليتيود والفريكونسي والفيز، واحنا اتفقنا ان انت كل ما تغير في حاجة من دول هيدي لك نوع موديليشن غير التاني. يعني انت لو غيرت في الامبليتيود ادالك اي ام. تمام، ده هو كان بينقسم لاربع انواع. بعد كده غيرت في الفريكوانسي يدي لك اف ام، غيرت في الفيز يدي لك بي ام. ولكن ناخد بالنا ان انت هنا انت سواء غيرت فريكوانسي او فيز انت غيرت كل الانجل، عشان كده هو سماه حتى انجل موديليشن. يعني انت لما بتيجي تغير الاثنين ريليتد لبعض، ما تقدرش ايه تفصل الفريكوانسي عن الفيز. الاثنين مع بعض هم الانجل الخاصه بالكارير، يعني هم كده على بعض بنسميها ايه انجل. تمام، اللي هي داخل الارجيومنت بتاع الكوساين عندك. اوكي، وبالتالي هنا انت لما تغير الفريكوانسي اكيد ده هياثر على الفيز، ومغير في الفيز ده اكيد ده هياثر على الفريكوينسي يعني. عشان كده هنشوف في المثال انك بترسم ايه، يعني هتلاقي في البي ام تطلع الام دوت وبعدين ترسم، وبرده تشوف تاثير الموضوع ده على الفريكوينسي. طيب الفكره برده هي كالعاده احنا بنرسم موديليتور، عندنا موديليتنج سيجنال وعندنا الكارير، والاوت بتاعها هو الموديليتنج سيجنال. المره دي انا في الشابتر دوت زي ما لسه قايلين انا ايه التغير بتاعك؟ التغير يا اما في الفريكونسي او الفيز زي ما اتفقنا، مش هتقدر اصلا تفصل الاثنين عن بعض، لان هو التغير ان جنرال هيبقى في الانجل الخاصه بالكارير. ولكن مين اللي بتغير مع الموديليتنج اساسي؟ يعني انت هتلاقي مثلا الاف ام مين اللي بتغير مع الموديليت، يعني ايه اللي مين اللي بتغير مع الموديليتنج سيجنال؟ الامبليتيود بتاع الموديليتنج سيجنال هو الفريكونسي. وبالتالي انت لو جيت عرفت يعني ايه اف ام ويعني ايه بي ام، هتلاقي هو نفس التعريف بتاع الاي ام، بس بدل ما انت كنت بتغير في الامبليتيود بتاع الكارير هتغير في امبليتيود مين؟
اي فتغير في الفريكوانس بتاع الكارير. فالاف ام مودوليتر مودفاي الفريكوانسي اوف ذا كارير اكوردنج تو ذا امبليتيود اوف ذا مودوليتنج سيجنال. طبعا انا بس عايز الناس تخلي بالها من حاجه، انت كل مره بتعمل مودوليشن، كل مره بتعمل مودوليشن انت بتعدل اكوردنج لمين؟ ها يا شباب، كل مره بتعمل مودوليشن انت بتعدل اكوردنج لمين؟ يعني انت بتعدل في حاجه من الثلاثه بتوع الكارير، يا اما امبليتيود يا فريكوانسي يا فيز، بس التعديل ده بيبقى اكوردنج لايه؟ الامبليتيود. حلو، امبليتيود بتاع مين بقى؟ اللي هو الموديوليتنج سيجنال ام تي. اه تمام كده، برافو عليك. هو انا بعدل كل مره، بس كل مره تعديل بتاع اكوردنج لامبليتيود اوف ذا موديوليتنج سيجنال، عشان ما حدش يفتكر ايه ان هو انه اف ام فانا هعدل في الفريكوانسي بتاع الكارير اكوردنج للفريكوانسي الموديوليتنج سيجنال. لا الكلام ده غلط، انت كل مره التعديل بتاعك اكوردنج للامبليتيود اوف ذا موديوليتنج سيجنال، سواء بتكلم على ام او الاف ام او البي ام، بس الفكره انت بتعدل ايه في الكارير، ده اللي يختلف من نوع لاخر من الموديوليشن. تمام، ده اللي يختلف من نوع لاخر من الموديوليشن. وبناء على الكلام ده لو انت جيت تعرف بقى البي ام اللي هو الفيز موديوليشن، هتلاقي ان الفيز موديوليشن هو بيموديفاي الفيز اوف ذا كارير، بس هو برضو ايه، بس المره دي انت بتغير الفيز. تمام، وبرضو اكوردنج لمين؟ الامبليتيود الخاص بالموديوليتنج سايكل. تمام، بالنسبه بقى للقوانين، طبعا انت لو يعني اللي منكم جرب كده يحل المساله حتى للدكتور حلها لكم في المحاضره، الاقي انت كل الشغل بتاعك ايه، انك بتبتدي تبقى عارف القوانين وفاهمها، تبتدي تشتغل عليها، تطلع النتائج بتاعتك الماكسيمم فريكوانسي المينيمم، القصص دي كلها تبتدي ترسم، تلاقي الموضوع يعني بسيط ان شاء الله. تمام، الحاله اللي الدكتور كان شغال عليها هنا في المحاضره هي الايه، حاله ان انت عندك تريانجل سيجنال، وهي دي حتى الحل معاكم عليها المساله. طبعا انت ببساطه شديده انت بتغير في مين؟ بتغير في الفريكوانسي، يعني عند كل لحظه عندك فريكوانسي ايه معين. ليه؟ لان انت بتغير الفريكوانسي بتاع الكارير اللي هو السيجنال الساينسويد اللي واضحه قدامكم ديت اللي هي تردد اف سي اكوردنج للامبليتيود الخاص بالموديليتنج سيجنال. فانت كل لحظه عندها امبليتيود هيبقى عندها ايه، هترجم ده لفريكوانسي معين. طبعا كل ما الامبليتيود ما زاد، كل ما الفولت بتاعك ما زاد، الفريكوانسي بتاعك اعلى. تمام، وبالتالي ده بيوضح عندك، بتلاقي في تضاغط اكبر، او يعني التايم من التايم البريودك تايم عندك ايه، التايم ده يقل، صح كده؟ ليه؟ لان انت لما الفريكوانسي يزيد قوي ده معناه ان التايم ماله، ها، لما الفريكوانسي يزيد قوي ده معناه ان التايم قل، اكيد. تمام، قل قوي كمان، يعني الاف بيساوي 1 على تي او التي بيساوي 1 على اف. تمام، وبالتالي ده واضح قدامك في رسم ان انت لازم لما تيجي ترسم بقى الموديليتد سيجنال تراعي الكلام ده، ان انت تيجي عند اعلى امبليتيود اهو لو عند الام بيك بوزيتيف. تمام، وده ادالك ايه، اعلى فريكوانسي اللي هو بالنسبه لك اقل تايم. طيب وبالتالي بناء على الكلام دوت انت بيبقى عندك حاجه اسمها انستنتينوس فريكوانسي، يعني الفريكوانسي اللحظي، انت عند كل لحظه عندك الفولت بيتغير بيديلك ايه، فريكوانسي معين. وكان القصه اللي انت شايفها ديت اللي هي الاف ام كانها بتعمل ايه، بتحول الفولت لفريكوانسي، التغير في الفولت لتغير في الفريكوانسي، وكانها فولتج تو ايه، تو فريكوانسي كونفرتر يعني. تمام، الاف 5 تي بتساوي مين بقى؟ المفروض الاف 5 تي بتتغير بتتناسب مع المين، مع الام اف تي. مش انا من كلامي واضح ان انت عند كل لحظه يبقى في فريكوانسي اكوردنج لمين، للامبليتيود او الفولت بتاع مين، بتاع الام اف تي، صح كده؟ يعني اللي مركز معايا كده، انا لسه قايل من شويه اعلى فريكوانسي، امتى تاخد اعلى فريكوانسي؟ لما يكون الفولت بتاع الام اف تي ماله، بي البيك او الماكسيمم، صح كده؟ اه تمام، وهو لو المينيمم هاخد اقل فريكوانسي. تمام كده، فاذا الاف اي اوف تي اللي هو الانستنتينوس فريكوانسي عند كل لحظه يتناسب مع الام اوف تي، تغير قيمه الفولت عند تي معينه هيتغير مين؟ الاف اي عند تي معينه. تقول لي امال ايه بقيه القانون ده؟ اقول لك ما انت النهارده بتقول ان الفريكوانسي بيتغير مع مين؟ مع الام اوف تي، بس ده وحدته هرتز اللي هو الاف، والام وحدته فولت
هو فولتج يعني او بيك او امبليتيود او وحدته بالايه بالفولت. طيب ازاي هيتناسب بقى الفريكوانسي؟ يعني الفريكوانسي تناسب مين؟ مع الفولتج. وبالتالي انت محتاج ثابت تناسب اللي هو الكي اف. الكي اف ده مين؟ ده سميناه الفريكوانسي سنسيتيفيتي. انت كل ما الفولت هيتغير بقد ايه يتغير الفريكوانسي، عشان كده بيساوي دلتا اف على دلتا في. تغير الفولت قد ايه يتغير الفريكوانسي قد ايه، عشان كده هو ايه هرتز بير فولت. تمام كده؟ طيب ده ثابت التناسب وفهمناه. طب الاف سي ده ايه لازمته هنا؟ مع الاف سي دوت علشان حضرتك ما ينفعش عندك يبقى ايه، يبقى في فريكوانسي بالنيجاتيف. يعني انت هنا لو الام ديت مينيمم سالب 5 مثلا، تمام، لو افترضنا ان هي سيمتريك والام بيك ب 5 والسالب ام بيك بسالب 5، لو هنا انت حاطط سالب 5 هيطلع ايه؟ طبعا لو مفيش الاف سي ديت هيطلع الرقم ده بالسالب. انما هنا بحط الاف سي عشان احنا عارفين ان فيزيكالي مفيش حاجه اسمها ايه، يعني في البراكتيكال مفيش حاجه اسمها ان انا عندي فريكوانسي بالنيجاتيف. احنا بنعمل الكلام ده لما نيجي نرسم رياضيا عشان فورير ترانسفورم اللي درسته في الرياضه، في ايوس موجب جي اوميجا وفي ايوس سالب جي اوميجا، فلازم يبقى في بوزيتيف ونيجاتيف. تمام؟ انما انا لما بتكلم على الحياه العمليه او بتكلم على الفيزيكال مينينج، لا طبعا مفيش حاجه اسمها ايه، مفيش حاجه اسمها فريكوانسي بالنيجاتيف. وبالتالي هتلاقي هنا في القانون في اف سي. طب يبقى ده قانون مين؟ ده القانون اللي احسب منه تغير الايه لما يتغير الفولت قد ايه يديني فريكوانسي قد ايه، اللي هو اللي بنسميه انستنتينوس فريكوانسي. عايز احسب الاف اي ماكسيمم، الاف اي ماكسيمم امتى تبقى الاف اي ماكسيمم؟ لما تكون الام اوف تي ماكسيمم. يبقى الاف اي ماكسيمم بيساوي اف سي زائد كي اف ام ايه ام اوف تي ماكسيمم. طب عايز احسب المينيمم، طبعا طبيعي يبقى عند ايه، عند الام اوف تي مينيمم. طب لو الام اوف تي بيساوي 0 يبقى القانون ده بيساوي اف سي، وده منطقي. خلي بالكوا ليه بقى؟ لان انت لو الام اوف تي بيساوي 0 يبقى اذا مفيش فولت هتحوله لفريكوانسي، ما هو 0. يعني انت هنا اهو انا بقول لك هنا عند الزيرو مثلا، تمام، مفيش فولت هنا تحوله لفريكوانسي، ما هو 0. فاذا هتلاقي ان الكارير ينزل بنفس التردد بتاعه. طب والتردد بتاع الكارير اللي هو مين؟ اللي هو اف سي. عشان كده الاف اي بيساوي مين؟ الاف سي لما تكون الام اوف تي بتساوي 0. تمام؟ من هنا بنعرف بارامتر تاني اسمه بقى الفريكوانسي ديفيجن. الفريكوانسي ديفيجن ده عباره عن ايه؟ دلتا اف بتساوي اف اي ماكسيمم ناقص اف اي مينيمم على الاثنين. تمام؟ حصل ديفيجن قد ايه؟ تمام كده؟ طيب ما لو انت عوضت من خلال علاقه الاف اي ماكسيمم والاف اي مينيمم ان هي يعني الاف اي ماكسيمم بتساوي اف سي زائد كي اف ام ماكسيمم ام اوف تي ماكسيمم، وعوضت بعلاقه الاف اي مينيمم هيطلع لك الايه؟ المنظر ده، وده نواه كي اف على الاثنين مضروبه في ام اوف تي ماكسيمم ناقص ام اوف تي مينيمم. لو السيجنال سيمتريك، وخلي بالك من الحته ديت مهمه جدا، لو لو السيجنال ايه سيمتريك هيبقى دلتا اف بيساوي كي اف ام بيك. ليه؟ لان انت ساعتها هيبقى عندك الام بيك قد السالب ام بيك، يعني البيك البوزيتيف قد البيك النيجاتيف. تمام؟ وبالتالي هنا ده هيبقى ام بيك ناقص ناقص ام بيك، يبقى 2 ام بيك. الاثنين تروح مع الاثنين يبقى لك مين؟ الام بيك، يبقى كي اف ام بيك. بعد كده عندنا بارامتر برضه ثاني مهم اسمه الايه؟ الديفيجن ريشيو. هيحصل ديفيجن قد ايه؟ تمام؟ او احيانا بنسميه الموديليشن اندكس. ده طبعا غير خالص الموديليشن اندكس اللي انت عرفت على ايه في الاي ام. ثاني كان بتتكلم ان هو فولتج ريشيو ما بين فولت وفولت مثلا، وليكن يعني لما كانت السيجنال سيمتريك ان هو كان بيساوي الام بيك على الاي سي. ده لو انا بتكلم في حاله مين؟ في حاله ان انا بتكلم في الاي ام. انما هنا بنعرف الديفيجن ريشيو او الموديليشن اندكس تعريف ثاني خالص عندنا، وهو ان دي بتساوي دلتا اف على بي. طب مين ال مين الدي؟ ده هو الديفيجن ريشيو اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ومين الدلتا اف؟ ده الفريكوانسي ديفيجن اللي احنا لسه كنا متكلمين عليه فوق، تمام، اللي هو اف اي ماكسيمم ناقص اف اي مينيمم على الاثنين. طب ومين البي؟ ده الباندويث اوف الموديليتنج سيجنال. ده الباندويث اوف ايه؟ الخاص بالموديليتنج سيجنال. تمام كده؟ فانا هنا بشوف ال نعم. هو ايه الفرق بين البيز البيز ميديوليتنج سيجنال والميديوليتد سيجنال؟ لا تاني كده، ده البيز باند اللي هي بتاعت الميديوليتنج سيجنال والميديوليتد سيجنال لما بيطلبهم منك ارقام، يعني ايه الفرق ما بينهم؟ الباند ويث قصدك صح كده؟ الباند ويث بتاع الميديوليتنج. ايوه حلو بالظبط كده. ببساطه
تعال ناخد مثال مثلا على الام. حلو، الام مثلا لو انا مدي لك ساينوسويدال، تمام، تعال نعمل وايت بورد كده نوضح عليها القصه دي. لو الوايت بورد ده صح مش بتبان، نعمل لكم احسن على برنامج البنت. بص كده، لو انا مدي لك ساينسويد الهندسه ايا كان بقى شكلها عامل ازاي، ماشي، ومدي لك انا معادله ليها بقول لك ان دي مثلا كوزاين، حلو، مثلا 10 اس 3 او خليها 2 في 10 اس 3 باي تي، معايا كده؟ دي انا قلت انا دي جيفن في المساله هذا موديليتنج سيجنال، يعني دي بالنسبه لي في المساله هو قايل لي كده، يعني نفترض ان دي مساله هو قايل لك ان دي ام اوف تي، حلو كده؟ طيب الام اوف تي ديت، الام اوف تي اللي قدامك ديت، انا عايز بس ماشي ماشي، احنا كنا عايزين نخلي بس السايز. الام اوف تي اللي انت شايفها ديت اللي هي الساينسويد اللي قدامك، لو انا عايز اجيب الباندويث بتاعتها، يعني انا عايز اجيب الباندويث بتاع الموديليتنج سيجنال، معايا كده؟ تمام. طيب الباندويث بتاع الموديليتنج سيجنال قدامك دي بيساوي ايه؟ ها؟ هاي بيساوي ايه؟ باند اتنين باندويث ايه؟ اللي لا هتساوي باندويث دلوقتي دي بص بص، انا عايز الباندويث بتاع الموديليتنج سيجنال، وهي دي نفسها، هي دي الموديليتنج سيجنال اهي قدامك. انا بقول لك بقى الباندويث بتاع الكوساين ديت كام، انا مديها لك اهي ومدي لك الفريكوانسي بتاعها. احنا متفقين الباندويث بتاع الموديليتنج سيجنال لو انا بتكلم هيبقى اسمه بي مثلا، وفي ناس تسميه اف ام، ماشي، عشان هو يعني نسبه الى الموديليتنج سيجنال، اوكي. طيب بيساوي ايه؟ انا عندي هنا ده 2 في 10 اس 3 باي، يبقى امسك ال 2 في 10 اس 3 ديت باي واساويها باوميجا اللي هي 2 باي اف، معايا كده؟ الباي عشان اجيب الاف راحت مع الباي وال 2 راحت مع ال 2، يبقى الاف هنا او الاف ام، تمام، بتساوي ايه؟ بتساوي 1 كيلو هرتز. وصلت؟ ده انا تمام. لسه ما عملتش موديليشن، ده الموديليتنج سيجنال. طب انا رحت عامل موديليشن للسيجنال دي، يعني دي وليكن هي ام اوف تي، عملت لها اي ام موديليشن، عملت لها اي ام موديليشن. طبعا خلي بالك انا عشان اعرف الباندويث ما بشتغلش طبعا على التايم دومين، بروح اشتغل على مين؟ على الفريكوانس دومين، حلو كده؟ لو انت ترجمت لو انت رجمت الكوساين ديت فريكوانس دومين هيطلع شكلها عامل ازاي، حاجه من المنظر ده، رسمه السبيكترم بتاعها في الفريكوانسي، يعني الام اوف اف هي عباره عن تون او دلتا، يعني اهي عند الاف ام، لو انا قلت ان ترددها اف ام يعني، وعند السالب اف ام، معايا كده؟ تمام. في مشكله؟ فانا بحسب ازاي الفريكوانسي؟ مفروض ان انا بحسب الفريكوانسي، او عباره عن الاتي اخر طبعا الفريكوانسي زي ما انا باجي احسبه يا شباب بحسبه زي ما قلنا قبل كده على البوزيتيف، ما ماليش دعوه خالص بالنيجاتيف الباندويث، اسف، لما تيجي تحسبه بتحسبه على البوزيتيف، ماليش دعوه بالفريكوانسي نيجاتيف خالص. يبقى هنا اخر نقطه في الفريكوانسي البوزيتيف ناقص اول نقطه، اول نقطه زيرو واخر نقطه اف ام، يبقى اف ام ناقص زيرو، يبقى دي لك الفريكوانسي فعلا اسمه ايه؟ اف ام، او لو سميت ديت الاف ام دي سميتها بي، يبقى الفريكوانس الباندويث بتاعتك بي. ده الباندويث الخاص بالموديليتنج سيجنال. طب انا عملت موديليشن، انا عملت ايه؟ معايا كده؟ انا رحت عملت موديليشن، عملت مثلا دبل سايد باند موديليشن، على فكره الام والدبل سايد باند نفس الـ نفس الـ يعني الباندويث بتاعت الموديليتنج سيجنال هي هي، تمام؟ طيب انا عملت مثلا وليكن اس دبل سايد باند، عملت دبل سايد باند موديليشن، رسم الفريكوانسي بقى عامل ازاي؟
هتتشفت عندك ده كل الاسبكترم ده يتشفت عند الاف سي يبقى الزيرو ده يجي عند الاف سي ويبقى عندك دلتا هنا ودلتا هنا تمام ودي تبقى اف سي زائد اف ام معايا كده ودي تبقى ايه اف سي ناقص اف ام ونفس الكلام بقى في النيجاتيف يعني طبعا بتيجي هنا تقول اخر فريكوانسي ناقص اول فريكوانسي اخر نقطه ناقص اول نقطه هتيجي هنا تطرح تلاقي ان ده طلع 2 بي او 2 اف ام على حسب انت مسميها ايه عشان كده احنا قلنا بقى استنتجنا قانون قلنا ايه قلنا في حاله الام او الدبل سايد باند الباند ويث بتاعت الموديليتنج سيجنال لو كانت بي يبقى الباند ويث بتاعت الموديليتد سيجنال لما عمل لها موديليشن هتطلع مين 2 بي تمام هذا سؤالك ولا ايه ايوه طب امتى بيساووا بعض يعني في ممكن تحصل ويساووا بعض ولا ده اصلا مستحيل لا يساووا بعض ازاي يعني الموديليتنج بتساوي الموديليتد يعني دي اصلا ينفع تحصل ولا ينفع لا ما انت اصليه مش قصه كده هي الفكره انت على حسب الموديليشن تكنيك اللي انت مستخدمه يعني انت لو هستخدم مثلا سنجل سايد باند ماشي ما هو السنجل انت كده كده بتشيل الابر او اللور انت كده كده بتشيل باند منها فشيء طبيعي ان انت يطلع الباند وانت عندك بي لما هنا انت ما بتشيلش حاجه منها انت بتبعت الابر وبتبعت اللور في الايه مضبوط هتبان وبالتالي اكيد الباند ويث تبقى ضعف الباند ويث بتاعت مين بتاعت الموديليتنج سيجنال الموديليتنج سيجنال تمام طيب نرجع تاني بقى للايه وهو دايما ليه يا شباب برضو عشان تبقوا فاهمين ليه هو بيطلب منك الباند ويث بتاعت الموديليتنج سيجنال والباند ويث بتاعت الموديليتد سيجنال عشان يوري لك اللي احنا بنسميه يعني عندنا في الكوميونيكيشن بنسميه الباند ويث افشنسي او السبكترال افشنسي وعايز يوريك انت بعت كان معاك سيجنال في باند ويث قد ايه وبعتها في قد ايه يعني انت الباند ويث بتاعتك احتاجت باند ويث ثاني يعني انت كان معاك سيجنال بي موديليتنج سيجنال احتاجت عشان تبعتها باند ويث 2 بي ده كلفتني مع شباب السبيكترم ده مش حاجه يعني مش حاجه ببلاش انت عشان تشتري حيز فريكوانسي معين من كذا لكذا ده بفلوس وفلوس غاليه كمان تمام والسبيكترم يعني من الحاجات اللي هي كمان بنسميها في الاتصالات الريرلي حاجات نادره كده وقيمتها غاليه تمام فمش بسهوله طبعا انك تقول طب هبعت على 2 بي ابعت على 3 بي 5 بي 10 بي لا طبعا تعمل كل حاجه في الفريكوانسي بحساب طبعا تمام يعني كل حاجه انت هتدفع لها فلوس وتشتريها تمام طيب يبقى ده احنا اتكلمنا عن الجزء اللي هو الخاص بالموديليشن اندكس او الديفيجن ريشيو في المساله غالبا بقى لما هنشوف كمان شويه يا اما بيدي لك هو الباند ويث بتاعت الموديليتنج سيجنال في حاله ان هي مش تون يعني لو هي مش ساينوسويدال بيدي لك هو الباند ويث تمام لكن لو هي ساينوسويدال فهو بايه ما بيديلكش الباندويث بعتمد ان انت عارف ان هي بي او اف ام يعني طب الباندويث بتاعت الموديليتد سيجنال بقى تمام بالنسبه للاف ام هي بتساوي 2 في البي زائد دلتا اف وده احنا بنسميه كارسونز رول بنسميه ايه كارسونز رول وير ان البي دي هي الباندويث اوف موديليتنج سيجنال والدلتا اف هو الديفيجن ريشيو تمام معلش دي واحده خليكم معايا شويه عذرا يا شباب فانا كنت اقول انت النهارده عشان تحسب الباند ويث او موديليتد سيجنال بالنسبه للاف ام هتلاقي 2 بي زائد دلتا اف تمام يعني 2 في افتح قوس بي زائد دلتا اف ده بنسميه كارسونز رول يعني الراجل اللي عمل القانون ده والرول ديت بنسميه هو كان اسمه كارسون وبالتالي اتسمت على اسمه اللي عايز اقوله انك لازم تلاحظ هنا حاجه مهمه قوي ان الباند ويث بتاع حضرتك في يعني بالنسبه للاف ام
هي اكبر ولا اقل ولا تساوي في حاله الاي ام مثلا؟ هاي رايكم تاني كده. الباندويث في حاله الاف ام موديليتد سيجنال هي اكبر ولا اقل ولا تساوي في حاله الاي ام؟ هو الاس ان لان في دلتا اف اعتقد الايه، هو مش في دلتا اف هنا في دلتا اف. اه ماشي، ايه المشكله يعني؟ انا اصلا هو بيزيد يعني فالباند ويتس بيزيد اعتقد كده. اه طبعا اكيد كلامك صح اكيد. انا مدام هنا زاد عندي حاجه جنب البي، لان انا كان عندي في الام مثلا او دبل سايد باند 2 بي، لما اقول بقى 2 بي زائد 2 دلتا اف، فاذا طبعا اكيد الباند ويتس هنا ايه اكبر واكبر يعني برقم محترم يعني. طيب ده يعني بيدي لك ايحاء كده ان انت يعني طب ما استخدم بقى الام احسن. لا ما هو هنا اكيد طبعا كل حاجه شباب بصوا يعني كل حاجه عندنا في الكوميونيكيشن سيستم او في الدنيا عموما يعني هتلاقي في حاجه اسمها تريد اوف. يعني ايه تريد اوف؟ يعني حضرتك بتاخد ميزه على حساب عيب معين، او بتاخد يعني او بيبقى في عيب بس بتاخد ميزه معينه. يعني في ايه؟ في تريد اوف. التريد اوف واضح عندنا هنا شويه ما بين الباندويث، وهيترجم هنا بقى في الاف ام للسيجنال تو نويز ريشيو. يعني ايه؟ يعني السيجنال تو نويز ريشيو في الاف ام كويسه جدا. تمام؟ يعني ايه السيجنال تو نويز ريشيو؟ يعني السيجنال باور عن نويز باور. طبعا النويز ديت بالنسبه لنا لو تفتكروا في اول الترم لما جينا عرفناها قلنا ان هي حاجه انا في السيستم بتاعي بالنسبه لي ضرر، يعني انا مش عايزها صح، ولا ان هي بتاثر على السيجنال وبصور مختلفه. تمام؟ ولكن انا في الاول وفي الاخر انا نفسي السيجنال باور تبقى اعلى بكتير جدا طبعا من النويز باور اكيد، او النويز باور دي تبقى قليله جدا، ولو مش موجوده خالص يبقى كويس جدا. ده طبعا ما بيحصلش. لاصل اقوله ان من الاخر كده البرفورمانس بتاعك بتاع السيستم اللي هو الانالوج كوميونيكيشن سيستم، حضرتك تقدر تقول ان ايه، ان انت بتميجر البرفورمانس بتاع الانالوج كوميونيكيشن سيستم من خلال السيجنال تو نويز ريشيو. وبالتالي هنا انا لما اتكلم الاف ام ان السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته دي كويسه، دي حاجه ايه ممتازه يعني. تمام؟ طيب الجزء بقى هنا المعادله الجنرال ويف فورم بتاع الاف ام، طبعا الاثبات مش عليكم يعني، هو طبعا هو سطرين يعني، بس احنا عايزين نجيب المعادله النهائيه ان الاس اف ام اوف تي دايما كان عندنا اس ام اوف تي مثلا بتساوي اي سي كوساين كوساين اوميجا سي تي زائد 2 باي اف تكامل مسالب ما لا نهايه تي ام اوف تي دي تي. حضرتك في المسائل طبعا زي ما هنشوف كمان شويه احنا عندنا يعني يعتبر انواع السيجنالز اللي احنا اشتغلنا عليها حتى من اول الترم اللي هي مين؟ اللي هي التراي والساينسويدل والسكوير. تمام؟ دول الثلاث انواع يعني اللي احنا اشتغلنا عليهم، وحتى في الام كنا حلينا مساله لو تفتكروا ايه؟ كانت جامعه الثلاثه يعني. طيب انا الـ لما يجي لك في الامتحان حضرتك ما مش مطالب انك تكامل، لو انت الام اوف تي بتاعتك تراي او سكوير مش مطالب انك تكامل، لكن لو هي ساينسويدال كامل. تمام؟ بس دي الحاله الوحيده اللي انت بتكامل فيها، اي حاجه ثانيه بتكتب بس ايه؟ بتخلي في قانون ام اوف تي وخلاص. تمام؟ وهي كده كانت بتبقى راسمها فتبقى واضحه في الفكر يعني. طيب الباور بتاعت الاف ام طبعا واضح هنا ان معادله الاف ام هي ساينسويدال، هي فيها ايه؟ كوساين، وبالتالي الامبليتيود سكوير على الاثنين هو ده الباور بتاع الاف ام. كده احنا يعني سريعا كده لخصنا ايه القوانين بتاعت الاف ام، وعرفنا يعتبر هي ايه جت منين يعني والدنيا فيها ماشيه ازاي. حد ليه سؤال في الاف ام؟ ها يا شباب ما حضرتك مش مفهوم، حد ليه سؤال في الاف ام؟ ها طيب هنكمل الجزء بقى بتاع البي ام. البي ام انت مش هتلاقي جديد يعني، هو نفس الفكره. انت عندك المعادله العامه او الجنرال ويف فورم بتاعه البي ام اللي هو الفيز موديليشن اي سي كوساين اوميجا سي تي زائد كي بي ام اوف تي. مين الكي بي؟ ده ما كان عندك كي اف اللي هو الفريكونسي سنسيتيفيتي، عندك هنا مين؟ كي بي اللي هو الفيس سنسيتيفيتي. والفيس سنسيتيفيتي هو راديان بير فولت، ده ما كان عندك هناك مين؟ الفريكونسي سنسيتيفيتي هرتز بير فولت. هنا بقى انت بتقيس مين؟ بتقيس التغير في الفيز.
طبعا تغير في الفيز بقيسه بايه هنا؟ هقيس بالراديان. تمام، انا بتكلم على تغير في الفيز، اما كنت بتكلم على تغير في الفريكوانسي كنت بتكلم على الهرتز، هنا بقى بتكلم على تغير الفولت. تمام، الامبليتيود بتاع الايه المودريتنج سيجنال هيتغير، هيغير قد ايه في الفيز بتاع الكارير، لان هنا بتكلم على البي ام. تمام، طيب بالنسبه للشغل بقى بتاع القوانين الموجوده عندنا، لان انت بيربط لك علاقه دايما ما بين الاوميجا اي والثيتا اي اللي هو الانستنتينوس فريكوانسي والانستنتينوس فيز، في علاقه دايما ايه ما بينهم، اللي هي لو انت بتتكلم على الاوميجا اي بتساوي دي ثيتا باي دي تي. تمام، والعكس طبعا لو بتتكلم على الثيتا تبقى التكامل بتاع الاوميجا. فانت اللي بيربط لك العلاقه او اللي بيربط لك الاثنين ببعض هي ايه؟ العلاقه اللي قدامك دي. تمام، طيب الثيتا اي بتساوي اوميجا سي زائد تي بي ام اوف تي، هبتدي اطبق الايه العلاقه دي ان انا فاضل يعني، فيبقى عندي الاف اي اوف تي بيساوي اف سي زائد كي بي ديفايدد باي 2 باي ام دوت اوف تي. خلي بالك واحد هنا يقول لك طب ما هو الاستنتينوس فريكوانسي هيتغير، لا بس ايه هنا هيتغير اكوردنج لام دوت. مين اللي هيتغير اكوردنج لام اوف تي؟ مين؟ الفيز بتاعك. يبقى تخلي بالك انت هنا ايه انت مين بيتغير اكوردنج لمين؟ عشان طبعا انت هنا لما هتيجي ترسم هترسم ايه؟ ترسم الام اوف تي، وبعد كده تفاضل الام تجيب الام دوت اوف تي، وبعد كده ترسم الاس بي ام اوف تي. طبعا غالبا المساله يا شباب بتبقى ايه؟ بتبقى اف ام وبي ام في الغالب، بتبقى بارت ايه وبارت بي. بارت ايه بقى اف ام وبارت بي يبقى بي ام، يعني بتعيد كل اللي انت عملته بي ام، وبيدي لك طبعا قيمه الكي اف، كي اف اللي هي الفريكوانسي سنسيتيفيتي، وبيدي لك بعدها في المطلوب بي عشان تشتغل بي ام يدي لك قيمه الايه؟ الفيز سنسيتيفيتي اللي هي الكي بي. تمام كده؟ طبعا يعني يفضل وانت شغال تخلي الجزء اليمين ده دايما للرسم، وتبتدي تكتب بقى معادلاتك على الجزء الشمال، فتخلي الرسم كله تحت بعضه عشان ايه؟ تعرف كده يبقى شكل الرسمه مهندم بالنسبه لك وتعرف ترسمها كويس. تمام؟ الاف اي ماكسيمم هتبقى طبعا مش هنعيد بقى نفس الكلام، هو ايه؟ نفس الفكره بس ان انا بتكلم على الام دوت بدل الام، يعني بدل الام اوف تي بتكلم على الام دوت اوف تي. تمام، هيبقى عندك هنا اف سي زائد كي بي ديفايدد باي 2 باي ام دوت اوف تي ماكسيمم، وعندي الاف اي مينيمم هي اف سي زائد كي بي ديفايدد باي 2 باي ام دوت مينيمم. برضه في حاله ان الايه ان الام دوت اوف تي بيساوي 0 هيبقى الاف اي بيساوي الاف سي. واقدر برضه احسب الفريكوانسي ديفيجن ان هو اف اي ماكسيمم بس اف اي مينيمم على الاثنين، ولو كان سيجنال سيمتريك يبقى دلتا اف كي بي على 2 باي ام دوت بي. تمام، اما بالنسبه للديفيجن ريشيو اللي هي الدي بتساوي دلتا اف على البي، ومن الكارزونز رول برضه حضرتك تقدر تحسب الباندويث الخاصه بمين؟ بالبي ام، وده تقدر تحسب الباور اللي هو هيبقى عباره عن اي سي سكوير على الاثنين. تمام، يبقى احنا كده سريعا يعني لخصنا الاف ام والبي ام. تعالوا بقى ايه ناخد بس ملحوظه كده قبل ما ننقل على المساله بقى. هنا لما جيت ترسم في حاله البي ام انت عندك هنا الام اوف تي صح؟ طبعا عشان تقدر حضرتك ترسم الموديليتد سيجنال بتاعه البي ام الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان حضرتك عايز ترسم فيزز مختلفه كتير جدا. طبعا انت هنا بتتكلم على انالوج سيجنال، يعني عدد الامبليتودز اللي فيها ما لا نهايه، يعني انت عايز ترسم كميه فيزز كتير جدا عشان تقدر تستوعب الايه الميننج اللي هو بتاع ان الفيز بيتغير اكوردنج الامبليتود. تمام، فتبقى السيجنال بتاعتك اللي هي الموديليتد دي هتلاقي ايه لو انا هرسمها بقى بين اكوردنج الفيز هتلاقي بتتشفت يمين وتتشفت شمال ويمين وشمال ويمين وشمال. ليه؟ لانها هتشوف الفيز بتاعك بوزيتيف ولا نيجاتيف وتشفت، هيبقى ايه الرسمه هنا تبقى في العمل انت ترسم عادي على الاسكوب، انما هنا في النظري لا هتلاقي الموضوع بايدك صعب طبعا. فبنستعوض الكلام ده بايه؟ بان حضرتك بتبتدي ايه تجيب التغير بتاع الفريكونسي اكوردنج للام دوت اوف تي، فبتفاضل السيجنال الموجود عندك. طبعا هنا لما تفاضل التراي، التراي دوت زي ما انت شايف كده ده خط ايه يا شباب؟ ده خط مستقيم. لما تفضلوا هي معادلته في الاساس بتساوي مين؟ بتساوي واي. معادله الخط المستقيم ده هي عباره عن واي بتساوي ام اكس زائد سي اللي انتوا درستوها في الرياضه. تفاضل الخط المستقيم زي ما انتوا عارفين هو السلوب بتاعه. طب ازاي اجيب السلوب؟ دلتا واي التغير في الواي بتاع الخط المستقيم ده على التغير في الاكس. التغير في الواي قد ايه؟ من ام بيك لسالب ام بيك اللي هي 2 ام بيك. والتغير في مين؟ في الاكس اللي هو تينوت على الاثنين. طب اشمعنى؟ بص انت من المينيمم هنا لحد ما تيجي المينيمم هنا في التراي ده بيبقى بيريود. تمام، او ممكن طبعا احسبها ماكسيمم ماكسيمم، بس احنا هنا هنقول ايه من بدايتها من المينيمم لحد المينيمم
يبقى ده 2 نوت على 2 وده 2 نوت على 2 تمام. وبالتالي لما تيجي اهو هيقسم هنا هيبقى ده 2 ام بي على 2 نوت على 2 ده اللي هو السلوب. فتفاضل الخط المستقيم يبقى ثابت قيمته السلوب تمام. طبعا ده بيزيد فيبقى ده بالبوزيتيف وده بيقل هيبقى ده بالايه بالنيجاتيف تمام. وبعد كده تبتدي ترسم بقى الفريكوانسي تغير بتاعه اكوردنج لمين للام دوت اوف تي. طبعا هتلاقي هنا تلاحظ ايه هنا طلع اهو بان الامبليتيود هنا ثابت فده لي فريكوانسي عالي لان الامبليتيود ده اعلى امبليتيود بس ايه بس البريوز بتاعته زي ما انتم شايفين ايه ما بيزيدش ولا حاجه لان هو الفولت ايه اوريدي ثابت. واقل امبليتيود ده عنده اقل ايه اقل فريكوانسي ولكن برضه نفس الايه نفس الكلام ثابت لان الفريكوانسي او الامبليتيود سوري المينيمم بتاعك فضل ثابت هنا تمام كده. طيب حد ليه اي سؤال كده في الاف ام او البي ام كشرح؟ ها يا شباب اي سؤال؟ ما حضرتكش مانس. طيب المساله دي اللي الدكتور حلها في المحاضره تلاقي اول مسالتين في الشيت يعني شبهها شويه. طبعا بيبقى في اختلاف في الارقام عشان يعني الناس ما تحلش نفس الحاجه. انا يعني هكتفي معاك ان احنا بس ندردش فيهم كده عشان نحل ايه نحل حاجه جديده. طيب انت بالنسبه لك هنا بيقول لك consider symmetric triangle signal. طبعا هو لما بيقول لك symmetric بتعرف على طول ان البيك البوزيتيف قد البيك النيجاتيف. فلما اقول لك هنا ان البيك 5 فولت يبقى ده البيك البوزيتيف وقدها بالظبط سالب 5 فولت والبيك النيجاتيف. البريود بالنسبه لك بيقول لك 0.2 ملي سكند بريود ده بتاعت مين؟ بتاعت تريانجل سيجنال اوكي؟ ده اف ام مودليت كارير كارير فريكونسي بتاعك 100 ميجا هرتز والامبليتيود بتاعه 10 فولت. The frequency sensitivity اللي هي الـ KF 10 أس 5 هرتز بير فولت assuming the modulating signal bandwidth 25 كيلو هرتز. بيقول لك write the waveform equation وده غالبا بيبقى أول مطلوب of FM modulated signal and sketch it calculate the frequency deviation and the modulation. طبعا يا شباب هي الفكرة كلها أنا هكتب إزاي الـ waveform وهرسم إزاي تمام. كل بقى الباقي ده إنك تحسب الـ maximum frequency والـ minimum ده حاجات يعني إيه by default أنت هتحسبها لان انت كده هتحتاج في الرسم بتاعك. دي حاجه. تاني حاجه انتوا لاحظتوا كلها جاست بس انك تبقى عارف القانون وفاهمه تلاقي الموضوع ايه سهل ان شاء الله. كالكوليت الافريج باور اند باند ويث اوف اف ام مودليت سيجنال سكتش ان انستنتينوس فريكوانس. طبعا الانستنتينوس فريكوانس لما اطلب منك ترسمه بديهيا كده بما ان انا بقول لك ان هو بيتغير الانستنتينوس فريكوانس بيتغير اكوردنج للانستنتينوس فاليو بتاعت الام اوف تي او بتاعت المودليتنج سيجنال يبقى هو هيطلع ايه شكله بيتغير فعلا اكوردنج لازم يبقى الشكل ايه بيتغير فعلا اكوردنج للام اف تي. تعالوا نشوف ازاي الكلام ده. مثلا الدكتور كان حلها معاكم نفس الكلام تقريبا تمام. وبعد كده هو هنا بس مش طالب البي ام بس في المساله اللي بعدها برده بيدي لك تريانجل سيجنال وسيمتريك برده والبيك 5 فولت والبريود 0.2 ملي سكند وبرده مدي لك الكارير 100 ميجا هرتز تمام والامبليتيود 10 فولت. بس هنا اللي طالبه بيتكلم على مين؟ على البي ام. فهي نفس المساله تمام. بس طبعا خلي بالك ان حاجه مهمه طبعا انت هنا بتتكلم على اف ام يعني بتتكلم على فريكوانسي سنسيتيفيتي تمام وقوانين الاف ام. هنا انت بتتكلم على البي ام بتتكلم على فيس سنسيتيفيتي وقوانين البي ام تمام. نفس الكلام برضه هيطلبوا منك انك تكتب معادله الويف فورم ترسم السيجنال المودريت سيجنال تحسب الباور الباند ويث الانستنتينوس فريكونسي ايه ترسم السكتش بتاع الانستنتينوس فريكونسي. فهو نفس الكلام هنا بالظبط اهو واضح قدامك مع اختلاف بس ارقام بسيطه تمام زي الكي اف والكي بي. عليك بتبتدي ترسم السيجنال بتاعتك هو قايل لك الامبليتيود ايه الماكسيموم 5 فولت وقايل لك البريود ديت كلها تي نوت بتساوي 0.2 ملي سكند يبقى تي نوت على 2. ايه يا شباب معايا ولا ايه؟ فهمت ولا ايه؟ يبقى 0.1 ملي سكند تمام. يبقى انا هنا ابتدي بقى اشتغل. فاول حاجه انا محتاج احسبها ايه معايا؟ طبعا لازم احسب الانستنتينوس فريكونسي. ليه يا باشمهندس احسب الانستنتينوس فريكونسي؟ عشان حاجه هنا هتيجي ترسم مين؟ هتيجي ترسم الموديليتد سيجنال فهيبقى عندك مين كام فريكونسي فيها رئيسيين وطبعا فيها فريكونسيز كتير اكوردنج للامبليتيود اوف ذا موديليتنج سيجنال بس كام واحد رئيسيين؟ الرئيسي بتاعك اللي هو مين؟ ال FI maximum وال FI minimum وال FC تمام كده. طبعا ال FC ده بيطلع عند الزيرو واقل امبليتيود بيطلع عنده مين؟ بيطلع عند ال FI minimum
واعلى امبليتيود بيطلع عنده مين اللي هو الام بيك بوزيتيف، بيطلع عنده الاف اي ماكسون. طبعا من قانون الاف اي اوف تي يساوي اف سي زائد كي اف ام اوف تي، اقدر احسب مين؟ اقدر احسب الاف اي ماكسون واقدر احسب الاف اي مينيمم. ها في مشكله؟ انا محتاج مش مالسكوش. يبقى انا قدرت احسب مين الاف اي ماكسيم والاف اي مينيمم، كلام محترم. طيب بعد ما حسبت الاف اي ماكسيم والاف اي مينيمم، هو طالب طبعا ان انا ايه اكتب المعادله الجنرال ويف فورم الخاصه بالاف ام. هبتدي اكتب المعادله ان هي عباره عن اي سي كوساين اوميجا سي تي زائد 2 باي اف تكامل سالب من نهايه تي ام اوف تي دي تي. ابتدي اعوض بقى عن الارقام عن الرموز اللي موجوده عندي. الاي سي طبعا هو مدوني ب 10 فولت، هو قايل لك كده في المساله، قايل لك ان الكارير بتبدا 10 فولت. الاوميجا سي بالنسبه لك هو قايل لك ايه؟ قايل لك ان الكارير فريكوانسي 100 ميجا هرتز. 100 لما تيجي تحولها من ميجا لهرتز، يعني 100 ميجا لما تيجي تحولها من 100 ميجا هرتز لرقم بالهرتز، بتبقى عباره عن ايه؟ 100 تضربها في كام؟ ها 100 اضربها في كام عشان احولها 100 ميجا للهرتز؟ 10 اس ناقص 3. لا ركز، هي بالميجا هرتز، انا عايز احولها بالهرتز. 10 اس 6. تمام كده، يبقى اضربها في ايه؟ في 10 اس 6. طبعا 100 صفرين في 10 اس 6 يدي لك 10 اس كام؟ 8. فهنا هتلاقي ان القانون 2 باي ايه في الاف سي اللي هو 10 اس 8 بالهرتز، تمام؟ في تي زائد 2 باي في 10 اس 5 تكامل من سالب منها هال تي ام اوف تي دي. طبعا قلت لك واكيد دكتور ده حلوك القصه دي في المحاضره، انك الام اوف تي لو كانت اي حاجه غير الايه غير ان هي تون او ساينسويدال يعني ما تكملهاش، تكتب بس ان هي ايه جاست ان هي ام اوف تي. طبعا الباند ويث ده عن موداليتي سيجنال ببساطه شديده جدا، انت مجرد بتقول القانون بتاع بارسونز رول لو 2 في بيتا دلتا اف. بس انت عشان اوريدي تحسب الكلام ده انت محتاج تجيب اكيد محتاج تجيب مين؟ الدلتا اف اللي بيساوي اف اي ماكس ناقص اف اي مينيمم على الاثنين، تمام؟ طيب بالنسبه للباندوث اوف ذا مودريتنج سيجنال هتلاقيها ان البي بيساوي 5 اف نوت. لا نفهم بقى ايه 5 اف نوت ديت. بصوا يا شباب، انا لما اتكلمت عن التون او الساينسويدال كوساين، يعني لما جيت رسمتها لكم من شويه واتكلمت عنها وجبنا الباندويث، كان واضح ان هي اونلي 1 تون، واحنا عرفنا نجيب الفريكوانسي ببساطه. انا مش عايز بس ادخلكم يعني في تفاصيل كتير، مش ديتيلز كتير عشان بس دي ما تخصكمش قوي، بس انت لو جيت تجيب السبيكترم او الفريكوانسي دومين بتاع التراي بيطلع حاجه اسمها سينك سكوير، بيبقى حاجه اسمها ليها هارمونكس كده. الهارمونكس دي from negative infinity ل infinity. فهو هنا في المسألة قال لك ايه؟ اشتغل لحد ال fifth harmonic، يعني الهارمونيك رقم 5. فانت هتاخد ال b بتاعتها اللي هي 1 على ال t نوت اللي هي f نوت وتضربها في 5 فيطلع لك ال b، اوكي؟ ده الباندوس اوف ذا مودريتنج سيجنال. طب الدكتور في الامتحان في الغالب زي هنا كده في الشيت بيوفر عليك القصه دي، بيقول لك الباند ويث اوف ذا مودريتنج سيجنال كذا على طول، تمام؟ عشان انت ما تفضلش تحسبها يعني، عشان طبعا ما تعرفوش قصه السبيكترم بتاع الترويد. فهو في الغالب بيوفر عليك القصه ديت و بيحسب لك، بيقول لك المودريتنج سيجنال باند ويث كذا على طول. طب هو مثلا يعني فرضنا ان حصل وجات لك كده، بتشوف هو قايل لك لحد الهارمونيك رقم كام؟ هو قايل لك لحد الفيرست هارمونيك، يبقى حضرتك بتحسب ايه؟ بتقول ان البي بتساوي اف نوت اللي هي 1 على التي نوت، والتي نوت كده كده معاك اللي احنا اتفقنا ان هي 0.2 ملي سكند، اسف 0.2 ملي سكند، حلو؟ بتضربها طبعا بتقسم 1 على التي نوت تجيب الاف نوت، بتضربها في 5 لان هو قايل لك لحد الفيفث هارمونيك. ده لو جات لك كده، قال لك الباند ويث اوف ذا مودريتنج سيجنال على طول لما قايل لك في مساله الشيت، خلاص مفيش مشكله، تمام؟ يبقى وفر عليك، تمام كده؟ يبقى انا من هنا قدرت احسب، طبعا عرفت البي وعرفت الدلتا اف، اقدر اعوض في الايه؟ في الكارسونز رول اللي معانا اللي هي اقدر اجيب منها الباندوس بتاعت الايه؟ الاف ام. طب كمان اقدر احسب مين؟ اي حاجه بقى يا شباب اقدر احسبها، كل القوانين موجوده عندك، انت كل حاجه متوفره عندك، تقدر تحسب اي حاجه انت محتاجها. المودريشن اندكس او اللي هي الديفيجن ريشيو اللي هي دلتا اف على البي، معايا الدلتا اف ومعايا البي تقسمهم على بعض تجيب مين؟
تجيب الموديليشن اندكس او اللي بنسميها احيانا ديفيجن ريشيو، عشان في المساله طلبها منك كده او كده تبقى عارف. الباور بتاع الاف ام اي سي سكوير على 2 يبقى 10 سكوير على 2 بيساوي 60. طب الرسم، ناخد بالنا كده من الرسم. احنا رسمنا اول حاجه طبعا الموديليتنج سيجنال، بعدين حضرتك بتبتدي ترسم الاف ام. الاف ام تاخد بالك بقى انت بترسم من ايه، ان بس يعني انت بتعرفني انك فاهم ان اعلى فولت يبقى عنده اعلى فريكوانسي وبالتالي اعلى تضغط، وان اقل فولت لو بالسالب سواء هنا او هنا اهو هو عنده اقل ايه، اقل فريكوانسي. ونلاحظ ان مفيش تغير في الفيز، خلي بالك يعني الفيز الكاري بيبدا من هنا وبرده الايه الموديل سيجنال بدا، مفيش تغير في الفيز طبعا، يعني ده اول رسمه دي اللي هي الاف ام. طبعا برسمها بالمنظر اللي انت شايفه دوت، طبعا يعني هي مش ستاندرد كده، لكن انا اقول اهم حاجه توضيح على الرسم ان حضرتك توضح الايه القصه دي، لان اعلى فريكوانسي عنده اعلى ايه، اسف اعلى فولت عنده اعلى فريكوانسي يعني اعلى تضغط، واقل فولت عنده اقل تضغط. وطبعا عند الزيرو برسم يعني بشتغل بالاف سي اللي هو الفريكوانسي الخاص بالكارير، ده ما وضحه قدامكم تمام. طيب لما باجي اشتغل بقى بعد كده البي ام، ده ما اتفقنا مش هقدر ارسم رسمه البي ام اللي هي ايه فيزز كتير قوي ديت، بعمل ايه بقى، اجيب الام دوت زي ما شفنا التغير بالنسبه اكوردنج الاف اي بيتغير مع الام دوت تمام. بقى بفاضل مين، بفاضل التراي ده عندك اوت الانجل، هبتدي افاضله تمام. فاضلت اهو، ابتدي ترسم بقى الايه التغير ده طبعا هنا، لان لما اتفقنا تفاضل التراي ده هو اللي هو خط مستقيم هيبقى عندك ثابت اللي هو الميل بتاع الخط المستقيم، وبالتالي الفريكوانسي هنا هيبقى اف اي ماكسيم بس ثابت المده دي كلها، وهنا اف اي مينيمم بس ايه ثابت على المده دي كلها. طبعا معاك قوانين ايه قوانين البي ام، ان انت عندك ان لو مديلك كي 10 باي راديان بير فولت، تبتدي تكتب المعادله الجنرال ويف فورم بتاعت البي ام اوف تي اللي هي اي سي كوزاين امونجا سي تي زائد كي بي ام اوف تي، يبقى تعوض على اي سي ب 10، وعندك الاوميجا سي تي زي ما كنا لسه معوضين عندك 2 باي في 10 اس 8 اف تي، والكي بي عندك 10 باي ام اوف تي اللي هي فاي اوف تي، انت عارف ان هي بتساوي اف سي زائد كي بي على 2 باي ام دوت اوف تي. جاست ان حضرتك تعوض وتطلع قيمه الاف اي ماكسيم وتطلع قيمه الاف اي مينيمم. الباند ويث اوف ذا موديليتد سيجنال الخاصه بالبي ام طبعا هي نفس الكلام بتاع الاف ام اللي هي 2 بي زائد 2 دلتا اف. الموديليشن اندكس اللي هو الدي بيساوي دلتا اف على البي، طبعا نفس الكلام برضو ونفس الكلام بالنسبه لمين للباور، فيعني لو تلاحظوا ايه نفس الكلام احنا بنقوله يعني. طبعا لما اجي ارسم بقى شباب الرسمه اللي هو طالبها انك تسكتش تغير، بص كده هو طالب ايه في اخر مطلوب، بيقول لك سكتش ايه انستنتينوس فريكونسي، تغير انستنتينوس فريكونسي. طبعا خلي بالكم رسمناها مرتين ليه، مره طبعا في حاله الاف ام ومره في حاله البي ام. انستنتينوس فريكونسي انا بتكلم على، انا بتكلم على الاف ام، مركز قوي في المعلومه دي، انت بتكلم على الاف ام هو بيتغير مع الام اوف تي، هياخد نفس شكل مين، نفس شكل مين الام اوف تي، اقل فولت عنده اقل فريكونسي واعلى فولتج في الام اوف تي اللي هو الام بيك بوزيتيف عنده اعلى فريكوانسي، يبقى اقل واحد عنده اقل فريكوانسي اقل فولت، وهتلاحظ الزيرو عنده الاف سي. ده ببساطه الرسمه بتاعت مين، بتاعت الانستنتينوس فريكوانسي. في حاله لو انا بتكلم على الاف اي في حاله البي ام يتغير اكوردنج للام دوت اوف تي مش للام اوف تي، وبالتالي هتلاحظ هنا الام دوت واخده شكل السكوير ويف، وبالتالي تغير الفريكوانسي معاها هبقى واخد برضه شكل سكوير ويف اهو تمام، ده شكل الانستنتينوس فريكوانسي. وبرضه هتلاقي ان الماكسيمم اعلى فولت عنده اعلى فريكوانسي اف اي ماكسيمم، المينيمم عند اف اي مينيمم، وعند الزيرو اللي هو متوسط ما بينهم تقريبا هنا اللي هو 100 ميجا هرتز اللي هو الاف سي. تعالى رقم ده يعني المساله ديت لما مساله رقم واحد واثنين في الشيت بالظبط تمام. حد ليه اي سؤال يا شباب في الكلام ده؟ ها اي سؤال؟ ما حضرتك مش مصر تمام. حد ليه اي استفسار في اي حاجه احنا قلناها؟ طيب كلام محترم، كلام محترم. طيب المساله اللي بعد كده عندك في الشيت بيتكلم لو انت عندك، طبعا هو برضه الدكتور حل لكم مساله زيها في
في المحاضرة هرجع انا للقصة بتاعت الايكوفالنس دي تاني كمان شوية، حللكم مسألة زيها في المحاضرة اللي هي الخاصة لو انت عندك الام اوف تي بتاعتك سينوسويدال او توم. تمام؟ في الشيت هتلاقي مسألة زيها اهي برضو، وانا هحل لك دلوقتي مسألة تاني توم. تمام؟ يبقى معاك ثلاث مسائل توم. تمام؟ وهتلاقي ارقام مختلفة عشان تتدرب كتير يعني. فهو بيقول لك consider the following signal signal m of t 5 cosine 8 باي في 10 أس 4 t angle moderate carrier signal x of t 5 cosine 10 أس 6 باي t find and sketch the modulated signal calculate the total frequency deviation in the following cases. بقى عايزك ايه؟ تكتب ال waveform. ما find دي معناه انك تكتب ال waveform وات سكتش الموديليتد سيجنال وتكالكوليت الايه التوتال فريكوانسي ديفيجن في الكيسز الموجوده عندك. حاله الاف ام كيف بيساوي 25 كيلو هرتز بير فولت، وال بي ام كي بي بيساوي 4 ديفايد باي 4 راديان بير فولت. تمام؟ يبقى انا عندي الجيفنز بالنسبه لي ان الام الام بي بيساوي 5 فولت، الاف ام بيساوي 40 كيلو هرتز. تمام؟ ده واضح قدامكم هنا. ان طبعا انت هنا انا عرفت ان يا شباب الاف ام بيساوي 40 كيلو هرتز. حد يقول لي ها شباب، يعني انا اهو جيفن قدامك في المساله اهو، انا عرفت منين ان هو ان الاف ام، الاف ام اللي هو تردد الايه الاول عشان نبقى فاهمين، تردد الموديليتنج سيجنال. تمام؟ لا لا مفتي يعني. فازاي انا قدرت اقول انه 40 كيلو هرتز؟ اعتقد من ال او مش ناقص، هو اللي ظاهر عندي ليكتشر 8. ازاي الكلام ده؟ مش عارف مش ظاهر عندي شباب. انتوا ظاهر عندكم ايه دلوقتي؟ دلوقتي كده ليكتشر 8 برضو؟ ازاي؟ لا انا المفروض اعمل شير لحاجه تانية خالص. طب قولوا لي، طيب سايبيني ده كله. طيب كده شيت ثلاثة صح؟ ظهر ظهر. يعني انتوا كل اللي فات ده ما كنتوش معايا؟ ما كنت فاكر حضرتك كانت في الجزء اللي فات. طيب يعني طب انتوا فهمتوا بس ان عندكم ثلاث مسائل توم، واحده الدكتور حلها في المحاضره، واحده موجوده في شيت، واحده انا بحلها معاكم اهي. تمام؟ طيب هو بيقول لك consider the signal m of t 5 sin 8 باي في 10 اس 4 t angle moderate carrier signal x of t بيساوي 5 sin 10 اس 6 y t find and sketch the moderated signal and calculate the total frequency deviation في الحالات الاتيه. الاف ام في حاله ان الاف ام وذ ان انت معاك الكي اف 25 كيلو هرتز بير فولت، وحاله البي ام الكي بي بيساوي باي ديفايد باي 4 راديان بير فولت. ابتدي اخد الجيفنز بتاعتي ان الام بي عندي ب 5 فولت، الاف ام ب 40 كيلو هرتز. السؤال اللي انا كنت بساله عرفت منين من المساله ان الاف ام ب 40 كيلو هرتز؟ ها هو احنا ممكن مثلا 8 باي في 10 اس 4 نقص نقسمها على 2 باي، وبعدين نروح فاصلين اللي هو الاوميجا يعني من التردد، فتبقى يعني مثلا 8 دي كانت بتطلع لك 8 باي 10 اس 4 2 باي ده 40 كي 40000. حلو، ال 40 كيلو هرتز يعني. برافو عليك. تمام، يعني هو زميلكم عمل كده ايه، قال 8 باي في 10 اس 4 بتساوي 2 باي اف. تمام، 2 باي اف ام يعني. يبقى التالي تقدر تحسب مين قيمة الـ FM اللي هي بتاع 40 كيلو هرتز. تمام؟ طيب بعد كده الـ AC عندك بـ 5 فولت، الـ FC بـ 500 كيلو هرتز. برضه الـ FC عرفت إن هي بـ 500 كيلو هرتز. ااا 10 أس 5 هو حضرتك نقسم كده تبقى نص في نص 10 أس 6 6 يعني يبقى نص 10 اس 6 يعني 500 في 10 اس 5 سوري في 10 اس 6 يبقى 10 اس 6 قصدك.
تمام؟ آه. انت بص يا هندسة، انت عندك هنا 10 اوتس كام؟ 10 اوتس 6 معاك؟ حلو؟ معايا كده؟ مع حضرتك. طيب 10 اوتس 6 بتساوي، طبعا 10 اوتس 6 باي، بتساوي 2 باي اف. ها واضح معايا ولا ايه؟ فيها بنقسم على 2 باي، 10 اوتس 6 بتساوي 2 باي اف، الباي راحت مع الباي. معايا كده؟ يبقى 10 اوتس 6 على 2. ايوه عليك نور، يبقى 10 اوتس 6 على كام؟ على 2. اعتبرها 10 في 10 اوتس 5 مثلا على 2، يبقى 5 في 10 اوتس كام؟ 5 بقى 500,000. ايوه عليك نور، يبقى 500 كيلو هرتز. تمام. الكي اف طبعا في حاله الاف ام، انا اول حاله هشتغل الاف ام ان عندي الكي اف بيساوي 25 كيلو هرتز اللي هي في 10 اس 3 هرتز بير فولت. تمام كده. طب اي سي ام اوف تي كمعادله عامه هي عباره عن اي سي وساين اوميجا سي تي زائد 2 باي كي اف تكامل من سالب ما نهايه تي ام اوف تي دي تي. ابتدي جاست ان انا اعوض بس، يبقى انا عندي هنا الاي سي ب 5 تمام، الكوساين طبعا انا بس يعني كل حاجه ناقصتها على الحاجه اللي هو مدهاني، هو بيقول لي الكارير 5 كوساين، يبقى الاي سي ب 5 تمام. طيب 5 كوساين 10 اس، طبعا الاوميجا سي اللي هي كلها على بعضها 10 اس 6 باي تمام، مضروبه في التي ده 2 باي في كام؟ في الكيف اللي هو 25 في 10 اس 3 تكامل من سالب من نهايه تي مين ام اوف تي اهي اللي هي 5 كوساين 8 ايه 8 باي في 10 اس 4 تي دي تي. ها في مشكله؟ يبقى انا كده كتبت مين الويب فورم بتاع مين؟ بتاع الاس ام اوف تي. طبعا بما ان حضرتك عندك السيجنال بتاعتك كوساين تقدر تكملها وايه تقول ان هي ساين طبعا تمام. لما تكمل طبعا هتلاقي عندك المنظر دوت، وطبعا تكامل الكوساين انتوا عارفين ايه ان هي ساين طبعا، ده حاجه اكيد انتوا عارفينها تمام. طيب هوصل لحد الفورم النهائيه تبقى بالمنظر ده، الاي سي ام اف تي 5 كوساين 10 اس 6 باي تي 25 8 ساين 8 باي 10 اس 4 تي. بعد ما وصلت للفورم النهائية، والفورم النهائية هنا يعني يمكن زادت خطوة عن كل مرة بس ان حضرتك كملت لانك معاك ايه السيجنال بتاعتك او الريتنج سيجنال تون تمام. بعد كده بعمل ايه كالعادة بقى، ابتدي احسب الاف اي اوف تي، فبحسب الاف سي زائد كي اف ام اوف تي، ابتدي احسب الاف اي ماكسيم والاف اي مينيم. الاف اي ماكسيم اللي هو اف سي زائد كي اف ام بي، الاف سي عندك 500 في 10 اس 3 زائد كي اف ام بي اللي هو 25 في 10 اس 3 ده كي اف، والام بي ب 5 يطلع لها 625 كيلو هرتز. طبعا المره اللي بعدها اف مينيمم بيبقى سالب 5 فولت اللي هو المينيمم او السالب ام بيك تمام، اللي هو المينيمم الخاص بالام اف تي او المودريتنج سيجنال، وده يجاب عندك ايه 375 كيلو هرتز اللي هو الاف اي مينيمم تمام. اتفضل. عندنا سكشن ماشين المفروض كانوا كاتبين على الجروب ان في سكشن، بس مش عارف هو ده يعني كنت عايز اسال الفتره دي بتخلص كام؟ لا ده لسه احنا الفتره دي تخلص 12 25 دقيقه او 12 بعديها. طيب معلش، بس لسه كمان انت هيبقى عندك كمان بريك كمان، مش دي بس. طب كويس زي الفل، وهذه الفتره الثانيه، مش احنا مش في الاولى، احنا في الثانيه تمام. تمام شكرا يا باشمهندس. طيب ارجع تاني واقول ايه، يبقى انت هتبتدي ترسم الموديليتنج سيجنال وهي عندك كوساين، بتبتدي ترسم الكوساين طبعا نكتفي ب 1 بيريود يعني، عندك من موجب 5 فولت والمينيمم سالب 5 فولت، تبتدي ترسم الاس ام اوف تي، وده ما احنا متفقين تبين لي بس تغير مين، ان اعلى فولت عنده اكبر تضغط يعني سوري اللي هو الدنيا يعني تضغط كبير تمام، وال سواء هنا او في النهايه برضو اعلى فولت تمام. طبعا المينيمم يبقى ايه؟ يبقى اقل فريكوانسي اكبر تايم. طبعا بوضح برضو بالاسهم هنا الماكسيمم والايه والمينيمم ماشي. طيب بعد كده هبتدي طبعا انا هنا جبت الدلتا اف اللي هو اف اي ماكسيمم ناقص اف اي مينيمم على 2 طلع معاك 125 كيلو هرتز. ابتدي اعمل نفس الكلام زي ما هو طلب بس على البي ام تمام. كي بي بيساوي باي ديفايد باي 4 راديان بير فولت، ودي جايبه في المساله طبعا
ابتدي اجيب معادله الاس بي ام اوف تي اللي هي جنرال ويف فورم الخاصه بالفيز موديليشن اللي هي عندك اي سي كوساين اوميجا سي تي زائد كي بي ام اوف تي. جالس ان حضرتك هسه هتعوض عن اوميجا سي ب 10 او 6 باي، طبعا هعوض عن اي سي ب 5 فولت، وانا عارف ان كي بي هي جيفن باي ديفايد باي 4 ف 5 كوساين 8 باي ب 10 اس 4 تي. طبعا هنا مش هتحتاج تكامل ولا حاجه، يعني انت شغال بي ام. وهبتدي ارسم كالعاده برضو الام دوت اوف تي، هفاضل المين، هفاضل الكوساين، هفاضل الكوساين مين يا شباب؟ ها هفاضل الكوساين، برافو عليك تمام، يبقى سالب اهو، بس ايه ساين بس طبعا ايه بالسالب تمام، يبقى ده سالب 4 باي ف 10 40 باي اسف ف 10 اس 4 ساين 8 باي ف 10 اس 4 تي. هرسم معاها تغير مين، او هرسم الاس بي ام اوف تي اللي هي الفيز موديليشن عندي هنا، واوضح طبعا الاف اي مينيمم والاف اي ماكسيمم كالعاده. طبعا هتلاقيني هنا هحسبهم لك اهو موجودين تحت اهو. اي سؤال كده؟ ده احنا غطينا معاه مع حضراتكم كده ان عندك تراي سيجنال از موديليتنج سيجنال، لو عندك سينوسويدال سيجنال او زون از موديليتنج سيجنال. اخر حاله معانا عشان نبقى قفلنا كل القصه بتاعت البي ام والاف ام، هي حاله انك لو عندك سكوير ويف از موديليتنج سيجنال. تمام، قبل ما ندخل على السكوير عشان دي تبقى اخر حاجه معانا، حد عنده اي سؤال؟ لا باشمهندس مع حضرتك. طيب السكوير على هي مش موجوده بالمناسبه في الشيت، هي فكره يعني انا جايبها لكم من بره، بس هي السكوير من الحاجات المشهوره برده في قصه الاف ام والبي ام يعني، واحنا اشتغلنا طبعا عليها قبل كده في الام، بس بالنسبه للشيت هي مش موجوده جوه الشيت يعني عشان الناس تبقى عارفه برده. طيب بس هقول اخر مساله في الشيت قبل ما يعني نحل المساله بتاعت السكوير ده، هو سؤال نظري اللي باقي في الشيت بيقول لك ايه، شو هاو تو اوبتين الاف ام موديليتد سيجنال فروم البي ام موديليتور and how to obtain the BM modulated signal from the FM modulator. دي هتلاقي الإجابة هنا هي في المحاضرة عندك في الجزء اللي هو الإكويفالنس ما بين مين؟ ما بين الـ between the FM والـ BM. والفكرة هنا كلها بس فكرة إن أنت بيربطك علاقة بين الـ FM والـ BM، علاقة differentiation وانتجريشن. تمام؟ فتقدر حضرتك لو أنت عندك phase modulator وعايز تحصل على الـ FM تحط قبليه integrator. وده واضح من الـ general form بتاعت مين؟ بتاعت الاف ام والبي ام. فده كده على بعضه كله بيكافئ مين؟ فريكوانسي مودريتور. برضه نفس الكلام، الكلام ده بيعملوه ليه برضه؟ خلي بالك لان انت ممكن تكون في المعمل مش عارف تجنريت غير فريكوانسي اف ام. تمام؟ مش عارف تجنريت غير فريكوانسي مودوليشن اف ام. حط قبليه ايه؟ ديفرنشيتور. طبعا ديفرنشيتور ده بالنسبه في الكوميونيكيشن حاجات يعني ممكن تعمله كومباريتور او حاجه، دايره بسيطه يعني ما فيهاش اي مشكله. تمام؟ اسف ممكن تعمله بلو امب دي باي دي تي، تقدر تفاضل تمام الام اوف تي تدخلها ام دوت تخرج تدخل بعد كده الفريكوانسي موديل تخرج لك الاس بي ام اوف تي اللي هي الايه؟ فريكوانسي موديليتد الفيز موديليتد سيجنال. اوكي؟ فده بس الفكره انك ازاي تقدر تحصل من ده على ده او من ده على ده، فكره انك تبقى عارف الانتجريشن والديفرنشيشن العلاقه ما بينهم. اوكي؟ معاك فيز موديليتور عايز تجيب الاف ام حط انتجريتور عبر، معاك فريكوانسي موديليتور عايز تجيب منه البي ام حط ديفرنشيتور عبر، ببساطه يعني. ده كده الشيت خلص معانا. تعالوا بقى مساله السكوير ويف دي. consider a square wave signal with 1 volt peak value and 0.2 ملي سكند بريود. كده بس المساله واضحه قدامكم ولا انا بقرا وانت في مكان تاني ولا ايه؟ مع حضرتك ليا سكوير ويف 1 فولت. تمام. طيب بيك فاليو زي ما اتفقنا 1 فولت 0.2 ملي سكند بريود ده الخاصه بيها. FM modulate carrier 100 MHz والامبليتود بتاعه 10 فولت والفريكوانسي سنسيتيفيتي 10 اس 5 هرتز بير فولت. ببساطه بيقول لك رايت الويف فورم ايكويشن بتاعت ال FM modulated signal وسكتش 8 وريبيت الكلام دوت في حاله الايه؟ ريبيت ايه في حاله البي ام، ومدي لك مره الفيس سنسيتيفيتي باي ديفايد باي 4 وريبيت بي في حاله برده البي ام. طبعا مره تشال بي ام بالكي بي بيساوي باي divide by 4 radian per volt، ومره اشتغل تاني بي ام بس في حاله الكي بي باي ديفايد باي 6 radian per volt. تعالوا نمشي كده المساله دي، هي على فكره نفس الخطوات ونفس كل حاجه انت عملتها في المسالتين اللي فاتوا او في النوعين بتاع الموديلنج سيجنال اللي فاتوا، بس المره دي الموديلنج سيجنال نفسها هي اللي مختلفه. فايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. مبدئيا انا اخدت الجيفنز بتاعتي ان انا اول حاجه انا هشتغل في حاله الاف ام، عند الاف سي 100 ميجا هرتز كارير فريكوانسي، اي سي 10 فولت، كي اف 10 اس 5 هرتز بير فولت.
ام بيك بتساوي 1 فولت، والتي نوت اللي هي البريود الخاصه ب الموديليتنج سيجنال 0.2 ملي سكند. بيقول لك لو الاس طبعا يعني احنا عارفين الجنرال ويف فورم الخاصه بالاس بالاف ام اللي هي الاس اف ام اوف تي بتساوي اي سي كوساين اوميجا سي تي زائد 2 باي كي اف تكامل من سالب من هالتي ام اوف تي دي تي. هعوض اشيل اي سي واحط مكانها 10 فولت، اوميجا سي عندك ب 2 باي في 10 اس 8. عرفت منين ان هي ب 2 باي في 10 اس 8؟ حد يجاوب لي. ها تبقى نفس الجزئيه اللي احنا هنشوف، هو احنا هنا هنهمل الجزئيه على اليمين اعتقد صح؟ انا ايه؟ مش هنهمل الجزئيه هشيل هنهمل الجزئيه اللي هي بتاعت التكامل صح؟ لا سيبك من ان احنا هنهمل، انا جبت منين الاوميجا سي ديت؟ فهمت حضرتك. 2 باي في 10 اعتقد هو مدعي في المعطى، هو قال لي ان هي هنا 100 ميجا هرتز. هي نفس الفكره بالظبط كانت المساله اللي قبلها، ان انا هنا ده 100 ميجا هرتز جيت اضربها في 10 اس 6 يدي لك كام؟ 10 اس 8، فيبقى 2 باي اف سي اللي هي 2 باي في 10 اس 8 تمام كده؟ طب زائد 2 باي في 10 اس 5 اللي هو الكي اف تمام؟ تكامل من سالب ما لا نهايه لمين؟ للتي والام اوف تي دي. زي ما زميلكم قال انا هنا مش هكامل طبعا لان الام اوف تي ايه؟ هي سيجنال عندي سكوير ويف طبعا، واي سيجنال زي ما اتفقنا غير الساينسويد حضرتك مش مطالب انك تكامل. حاجه هنا هجيب طبعا لازم احسب الاف اي ماكسيمم والاف اي مينيمم. الاف اي ماكسيمم اف سي زائد كي اف ام بيك، الاف سي 10 اس 8. وخلي بالك الناس برضه تاخد بالها يا شباب انك لما تيجي تجمع انت بتجمع هنا فريكونسي، تاخد بالك الفريكونسي ده يعني لازم يكون بالهرتز، لان انت هنا هتضرب ايه؟ هتضرب هرتز بالفولت بفولت هيطلع لك هرتز، فبتجمع هرتز على هرتز. فخلي بالك ما حدش ياخد ال 100 ميجا ويروح جمعها 100 كده، لا لازم حضرتك طبعا تحولها بالهرتز تمام؟ ب 10 اس 8 زائد 10 اس 5 في كام؟ في الام بيك اللي هي ب 1 فولت. هتطلع الماكسيمم فريكونسي ماكسيمم انستنتينوس فريكونسي 100.1 ميجا هرتز. اف مينيمم اي مينيمم اقدر اجيب نفس الفكره تمام، بس هضرب طبعا سالب ام بيك اللي هي سالب 1 اللي هو المينيمم فولتج او المينيمم بيك اسف المينيمم امبليتيود الخاص بمين؟ بالموديليتنج سيجنال. وبالتالي الاف اي مينيمم يطلع ايه؟ 9.9 ميجا هرتز. هتبدا ارسم الام اوف تي زي ما واضح قدامك كده، هي سكوير ويف سكوير اهي واضحه قدامك طبعا انت عارف الرسم بتاعها من قبل كده طبعا. دي بالنسبه لي كده بيريود اوكي، وبالتالي البريد عندك 0.2 ملي سكند. ما في مشكله لحد دلوقتي؟ في حد عنده سؤال؟ ها طيب تعالى كده تعالى كده نكمل مع بعض بعد ما احنا قدرنا نجيب ايه قدرنا نرسم قدرنا نرسم الموديليتنج سيجنال ورسمنا وحددنا البريود بتاعتها وعندنا امبليتود البيك بتاعتي البوزيتيف 1 فولت والنيجاتيف عندك سالب 1 فولت. هبتدي ارسم ببساطه شديده جدا الاس ام اوف تي اللي هو عندي تغير الفريكونسي، بس خلي بالك هنا من نقطه ان الفريكونسي عندك هنا الامبليتود ثابت سواء البيك او سواء يعني سواء الماكسيمم او سواء المينيمم، فاذا هو هيديني ماكسيمم فريكونسي ومينيمم فريكونسي بس هيفضل ثابت. يعني ايه؟ يعني مش هيبقى زي مثلا ما حضرتك شفت في التراي ان في تغير كبير، لكن هتلاقي ان الفريكونسي ثابت بالنسبه هنا للامبليتيود ده. هو هيدي لك اعلى فريكونسي بس هيفضل اعلى فريكونسي ده ثابت، وهيدي لك هنا مينيمم لكن هيفضل المينيمم ده ثابت. تمام، ودي يعني دي لازم تاخد بالك منها ان انت لان الامبليتيود عندك ايه ما فيهوش تغير، هو امبليتيود واحد هنا ماكسيمم وامبليتيود واحد بس مينيمم تمام. طب واضح هنا طبعا ان الفريكوانسي ده اعلى من الفريكوانسي ده تمام، ده الاف اي ماكسيمم وده الاف اي مينيمم، وده بالنسبه لك ايه واضح مع الرسم بتاع الموديليتنج زي كده. لحد هنا احنا يعني اظن الشغل ما فيهوش حاجه جديده صح؟ مش مسمع حاجه. الجديد بقى في المساله دي يا شباب عشان كده احنا بنحلها السكوير ويف، الجديد فيها التفاضل، ان انت لما
هتيجي تفاضل في الرياضه انت لما جيت تفاضل التراي اديتك ايه؟ اديتك ثابت صح، اديتك سكوير ويف. لما جيت تفاضل الساينسويدال كوساين اديتك ساين بس طبعا بالايه؟ ها بالنيجاتيف. لما اجي افاضل السكوير ويف تديني ايه؟ حد يقول لي سكوير ويف لما تفاضل اعتقد تبقى صفر. تمام كلام محترم. بص بقى هو رياضيا احنا بنقول اه صفر، بس هي في الحقيقه هي ليها قيمه، بس القيمه دي بتبقى حاجه اسمها زي دلتا كده او سبايك بتطلع يعني ايه عند لحظه زمنيه كده يبقى ليها قيمه وخلاص على كده والباقي صفر. تمام؟ طب يعني التفاضل بتاع السكوير ويف هيبقى شكله عامل ازاي اهو بالمنظر ده. طبعا كل شغلي على بريود واحده بس. فهنا بتيجي تفاضل بيبقى عند الشارب اللي انت شايفه ده تمام اللي هو التغير من البوزيتيف للنيجاتيف مره واحده ده اللي هو زيرو تايم تقريبا ده بيبقى عنده ايه زي سبايك كده او فولت كده، ونفس الكلام هنا. فعلى كده لما تيجي تقول تفاضل الجزء ده طبعا هيبقى زيرو، ولكن التغير ده هو ايه؟ هو ده اللي هيدي لك التفاضل بتاع او الايه شكل الدلتا اللي انا رسمها دي. طبعا هنا بفاضل برده او بعرف قيمتها ازاي حضرتك هنا من واحد قليت لسالب واحد، يعني انت قليت قد ايه؟ حد يقدر يقول لي من واحد لسالب واحد قليت قد ايه؟ 2 فولت. تمام برافو عليك، انا قليت 2 فولت يبقى التفاضل هنا عندي سالب 2 فولت لان انا قليت. تمام؟ طب هناك هنا انا زدت من سالب واحد لواحد يبقى انا زدت كام؟ زدت 2 ستيبس يعني 1 فولت و1 فولت يبقى 2 ايه؟ 2 فولت يبقى اهو يطلع عندي ايه؟ ده بوستيف 2 فولت. طيب ده هيأثر لك ازاي بقى؟ يعني هرسم ازاي بقى البي ام؟ ما انت البي ام كنت تقعد تقول لي غير الايه؟ احنا هنستعيد عن تغيير الفيز انا مش عارف ارسمه، فانا هنرسم الام دوت ونغير معاه الفريكونسي، فنبقى رسمنا الاس بي ام اوف تي. المره دي لا، المره دي انت مش هينفع تعمل الكلام ده، انت المره دي بترسم تغير الفيز فعلا. ليه؟ لان الموضوع هنا بقى سهل يا شباب، انت السيجنال عندك هنا متغيره، كم تغير؟ ام دوت. لو ملاحظ هو انت عندك سالب 2 و2 يعني هيدي لك 2 فيزز بس. واضحه معايا ولا لا؟ معايا يا شباب؟ اه يعني ده هيدي لك كام فيز؟ 2 فيزز، واحد هنا يبقى عند السالب 2 واحد يبقى عند الاثنين بس. وبالتالي هنا لما تيجي ترسم بقى الاس بي ام اوف تي هتبتدي ايه؟ طبعا هتركز بقى اهو احنا كتبنا الاول الويف فورم الجنرال ويف فورم وعوضنا عن الاي سي ب 10 وعن الاوميجا سي 2 باي في 10 اس 8 مضروبه في تي زائد كي بي اللي هو باي على 4 في الام اوف تي. كلام محترم. طيب هبتدي بقى اشوف ايه التغير في الاس في الفيز موديليتد سيجنال هيبقى شكله عامل ازاي. قال لي ببساطه هيبقى في تغير فين؟ في الفيز. طب احسبه ازاي؟ بص كده لو رجعنا كده من شويه لما جينا نتكلم على الفيز سنسيتيفيتي، نرجع كده الفيز سنسيتيفيتي. بص كده يا شباب الفيز سنسيتيفيتي لو فاكرين لما جينا اتكلمنا عنه في بدايه السكشن هو عباره عن دلتا فاي ديفايدد باي مين؟ باي دلتا بي. يعني انت هتغير قد ايه في الفول في الفولت تدي لك تغير قد ايه في الفريكوانس اسف في الفيز. فبالتالي كي بي بيساوي دلتا فاي على دلتا في. فلو انا عايز اعرف التغير في الفاي قد ايه يبقى بيساوي كي بي في الدلتا في. وصلت اهو تاني الكي بي بيساوي دلتا فاي باي دلتا في. يبقى انا لو عايز اجيب دلتا فاي هي بيساوي كي بي دلتا في. طب كم تغير عندي هنا؟ هتقول لي انت عندك هنا مره عند السالب 2 ومره عند الاثنين. يبقى اجيب دلتا فاي 1 ودلتا فاي 2. يبقى كي بي دلتا في 1 وكي بي دلتا في 2. يبقى اهو كي بي اللي هي على 4 في سالب 2 ومره كي بي اللي هي على 4 بس في 2. هطلع لك هنا الانجل سالب باي على 2 وهنا موجب باي على 2 اللي هي سالب 90 وموجب 90. يبقى لما اجي ارسم هنا يا شباب هلاحظ بقى التغير في الفيز. بص كده انت كنت بترسم اول بريود اهي وبعدين هتلاقي الفيز ايه كده يتغير تمام بموجب ايه؟ ايوه معايا كده؟ ركزوا معايا في الحته دي مهمه. هيبتدي الفيز بتاعك ايه؟ يتغير مره بسالب 90 ومره ايه؟ هبتدي اغيره بموجب 90.
هتلاحظ هنا النقطتين اللي انا معلم عليهم دول، دول النقطتين اللي هيخلوا لك الفيز يتغير. ليه؟ لان النقطه دي عند سالب 2 والنقطه دي عند موجب 2، اللي هي هتبقى عند انجل سالب 90 وانجل موجب 90. تمام. انا بس السكوير بوضح تاني، دي السيجنال الوحيده اللي انت بتعمل عندها الكلام اللي احنا بنقوله ده، انك بتحسب عندها الدلتا فاي وبتوضح عندها تغير الفيز زي ما واضح قدامك. دي السيجنال الوحيده اللي بتعمل عندها القصه دي. التراي او التريانجل سيجنال عاديه خالص، ما فيهاش اي مشكله، حلناها مع بعض وعندك عليها كذا مساله. الساينوسويدال حلناها برده مع بعض وعندك عليها كذا مساله وعاديه ما فيهاش اي مشكله. الوحيده اللي بس بتوضح فيها القصه دي هي السكوير، ولازم تحسب فيها دلتا فاي. معايا كده؟ مهم قوي الحته دي الناس تاخد بالها منها، عشان لو جالك سكوير في الامتحان تاخد بالك من النقطه دي. تمام. طيب بارت اللي فاهم بارت بي، بارت سي زيه بالظبط اهو، بس بيقول لك خلي كي بي باي ديفايد باي 6 راديان بير فولت. تمام. فانا هعمل نفس الكلام ويعني نفس الفكره بالظبط، هكتب هو معادله الاس بي ام اوف تي اي سي كوساين اوميجا سي تي زائد كي بي ام اوف تي، بس المره دي الكي بي هقعد عنها بباي ديفايد باي 6. يفرق معاك في ايه الكي بي ده؟ ما هو انت لسه قايل لي ان الدلتا فاي بتساوي كي بي دلتا في، ومن هنا يبقى قيمه الدلتا فاي مالها؟ هتتغير. يبقى دلتا فاي هنا واحد، هتبقى سالب باي على الثلاثه سالب 60 ديجري، ودلتا فاي 2 بباي على الثلاثه اللي هي ايه؟ موجب 60. وبالتالي هنا رسم الفيز ماله زي ما انت واضح كده، لا هيبقى عند السالب 60 وعند الموجب 60. تمام؟ بنوضح بس عند الدلتات اللي حصل ده، التفاضل اللي حصل ده، نوضح عنده تغير الفيز. دي اهم نقطه في موضوع السكوير ويف. طبعا لو لاحظت هتلاقي ايه الفريكوانسي عندك مين؟ اف سي، ما غيرتش في حاجه. فريكوانسي ايه؟ ما تغيرش. الفيز عندك هنا ايه؟ واضح التغير فيه. في اي مشكله يا شباب؟ ها اي سؤال؟ اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال في اي حاجه احنا قلناها النهارده؟ تمام، شكرا يا باشمهندس. عفوا. طيب احنا بكده يا شباب نبقى قفلنا الجزء الخاص بالانالوج كوميونيكيشن، اللي هو احنا كنا يعني بصفه رئيسيه بنتكلم فيه في الانالوج موديليشن. فاحنا اتكلمنا عن الاي ام وفصلناه بقدر الامكان. طبعا انت كان عندك في الاي ام اربع انواع، احنا اتكلمنا في الدبل سايد باند، وكلمنا في الاي ام نفسه، وكلمنا في السنجل سايد باند، ولكن في الثيجيال سايد باند ده مش عليه. تمام. ولكن هو النوع الرابع وبعرف اسمه يعني. تمام. بالنسبه بقى الجزء اللي بعد كده كان الانجل موديليشن، اللي هو الاف ام والبي ام. بكده يبقى ده لسه كنت بقول اتقفل جزء الانالوج كوميونيكيشن او الانالوج موديليشن. الجزء بقى اللي الدكتور دخل معاكم فيه تقريبا بقى له فيه محاضرتين، هو الجزء الخاص بالايه الترانسميشن بقى، اللي هو الجزء الخاص بالانفورميشن ثيوري. تمام. وده يعني ان شاء الله لو في شيء ممكن ايه نبقى نتناقش فيه باذن الله. تمام. اي سؤال؟ اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا.